السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من دورة أساسيات الإعلان على السناب شات. النهاردة هنتكلم عن نوع مهم جدا في الإعلانات، ألا وهو جذب الزيارات إلى الموقع الإلكتروني، وهو مفيد جدا لأي حد عنده موقع إلكتروني أو عنده متجر إلكتروني. بس قبل لما نبدأ خليني أقول لكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد القناة أول بأول. هنبدأ مع بعض تطبيق عملي على نوع جديد من أنواع الإعلانات في وضع الإنشاء المتقدم. هنختار من هنا وضع الإنشاء المتقدم، وبعدين جذب الزيارات إلى الموقع الإلكتروني. هنا هيقول لي اسم الحملة، مكتوب جذب الزيارات إلى الموقع الإلكتروني. ممكن أغيرها باسم البراند بتاعي وأكتب التاريخ بتاع الحملة أنا عاملها يوم إيه. تاريخ الانتهاء يفضل أسيبه. بعد كده هعمل التالي. هنا بقى اسم المجموعة الإعلانية. طب ايه موضوع اسم الحملة وايه موضوع اسم المجموعة الإعلانية؟ انا حاسس ان انا تايه كده. هعمل لك رسمة بسيطة واوضح لك الموضوع بيمشي ازاي. الموضوع بتاع الحملة، الحملة دي اصلا مصطلح عسكري، عارفين الحملة الروسية على اوكرانيا، تلاقي بقى مثلا طيارات كتيرة وحملة برية وحملة بحرية، يعني في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فانا لما بعمل حملة إعلانية على السناب شات ما ينفعش اعمل اعلان واحد وبفيديو واحد، لا، انا ممكن اعمل اعلان واثنين وثلاثة على الاقل، اعلان مرة بفيديو، اعلان مرة بصورة، اعلان مرة استهدف بيه السعودية كلها، اعلان مرة استهدف بيه الرياض، وهكذا. فانا هوريكم التقسيمة الرئيسية بتاعت اي حملة بتكون ازاي. الحملة هنا بتكون الحملة الرئيسية اللي انا بشتغل عليها، وهنا بتكون في حملات فرعية. يعني مثال، انا شركة عقارية بشتغل في أكتر من مشروع، عندي على سبيل المثال مشروع في الرياض، وعندي مشروع في جدة، وعندي مشروع في الدمام. فالحملة بتنقسم لثلاث مجاميع إعلانية، أول مجموعة خليها للرياض، تاني مجموعة خليها لجدة، تالت مجموعة خليها للدمام. وكل مجموعة إعلانية فيها عدد معين من الإعلانات، على الأقل اثنين، ويفضل كمان من أربعة لخمسة، بس كبداية نقول اثنين. فأنا المجموعة الإعلانية الواحدة دي ممكن أعمل إعلان فيها فيديو، ممكن أعمل فيها إعلان صورة اللي هي الحملة بتاعت الرياض، كذلك جدة هعمل إعلان فيديو وإعلان صورة، وهنا مثلا إعلان فيديو وإعلان صورة. يبقى أنا عندي حملة رئيسية وتحتها مجاميع إعلانية، وتحت كل مجموعة عدد معين من الإعلانات، حد أدنى 2 إلى 3 إعلانات في المجموعة الإعلانية الواحدة. نرجع بقى تاني للسناب شات. فأنا هنا المجموعة الإعلانية بتاعتي هقول ده مثلا مشروع الرياض اللي أنا هشتغل عليه. هنزل هنا الميزانية، ممكن ابدا بميزانيه كام؟ هو عامل هنا باي ديفولت 50 دولار، بس ممكن ابدا من اول 20 الى 30 دولار، بس ما يفضلش اقلل الميزانيه عن 20 دولار. ليه؟ هاب ان انا عملت اعلان ب 1 دولار، طب 1 دولار ده هيوصل لمين اصلا؟ خليني اطبق معاكم عملي. لو انا حذفت الرقم ده، فانا هنا هكتب مثلا ان انا هصرف 5 دولار على الاعلان بتاعي، فانا هكتب هنا 5. فلما انا كتبت 5 ظهر لي هنا فين بقى؟ النتائج المقدره للمجموعه الاعلانيه. هيجيب لك مرات ناس تشوف الاعلان بتاعك من 550 الى 200,000، مرات الظهور من 770 الى 300,000. طبعا الرقم ده مش دقيق، الرقم ده مش دقيق لانه بشكل اسبوعي. هنا بقى النتائج اليوميه، بس برضه مش دقيق. طب ليه؟ لان احنا لسه محددناش الدوله ومحددناش تفاصيل معينه في الاستهداف، فلما بنحدد كل حاجه بنلاقي الرقم ده هنا ظهر لنا بصوره مناسبه ويكون فيها بعض المصداقيه. فهنا بختار الميزانيه بتاعتي، هنا وقت البدء والانتهاء. انا عن نفسي بفضل ان انا اسيب الوقت عادي، ولو عايز اوقف الحمله بدخل اوقف الحمله فورا وفي اي وقت. وان شاء الله احاول اعمل لكم فيديو عن بعد لما الحمله تشتغل ازاي نوقفها وازاي نشوف الاحصائيات بتاعتها وهكذا. بعد كده الهدف من الحمله، ايه الهدف؟ في مثلا هدف نقر، الناس تضغط على الاعلان بتاعك،
بعد كده تزور المتجر او الموقع اللي انت حاطه، او الهدف مشاهده الناس تشوف الصوره او الفيديو اللي انت عامله وناس كتيره يوصل لها رساله معينه اعلانيه انت حاببها. بعد كده عرض اسعار اللي هو نظام المزايده. السناب شات هيحاسبك ازاي؟ هنا اول حاجه التلقائي، عرض اسعار تلقائي، ان السناب شات هيحاسبك بصوره اوتوماتيك وهو اللي يحدد سعر النقره على الاعلان. هنا التكلفه المستهدفه ان انت بتقول له والله انا عايزك تجيب لي افضل نتائج وممكن ادفع حتى بزياده. هنا الحد الاقصى لعرض الاسعار بتقول له لا انا اخري مثلا هدفع لكل نقره نص ريال، مش هقدر ادفع من كده، حتى لو كان في عميل عايز يشتري انا مش عايزه بس انا اخري نص ريال. فيفضل في البدايه خالص بختار اللي هو عرض الاسعار التلقائي. بعد كده مواضع ظهور الاعلان، الاعلان بتاعي هيظهر فين على السناب شات. كبدايه بختار اللي هو وضع التلقائي، وفي المستوى المتقدم بنختار تعديل موضع ظهور الاعلان، وبيظهر لك بقى اماكن اعلانك هيظهر فين على السناب شات. عايز تعمل اعلان يظهر ترند، عايز تعمل اعلان يظهر بين سنابات المشاهير، ما بين سنابات الافراد وهكذا، بس كبدايه بنختار الوضع التلقائي. هنا بقى المواقع، الميزه في السناب شات ممكن اختار دوله معينه، ممكن اختار مدينه معينه، ممكن استثني حتى مكان معين. يعني ممكن اعمل اعلان في الرياض كلها واستثني مثلا من الرياض حي الدرعيه، او استثني مثلا من الرياض حي الخليج، او استثني مثلا من الرياض حي المربع. فدي ميزه جميله جدا في الاستهداف على السناب شات. بعد كده بقى البيانات الديموغرافيه، بكتب العمر بتاع العميل المستهدف بتاعي من كذا لكذا، الانواع الكل ولا ذكور ولا اناث. لو انا بعمل اعلان البنات فاختار اناث بس، لو انا بعمل اعلان الذكور هختار الذكور بس، لو الحاجه تناسب الاثنين بختار الكل. نيجي بعد كده للغه، بختار اللغه عربي وانجليزي. طب ايه معنى اللغه؟ معناها لغه تطبيق السناب شات ايه، لغه تطبيق الجوال، وبيكتب على السناب شات بايه. تمام، فانا اختار هنا الانجليزيه واختار العربيه. بعد كده شرائح الجمهور بسيبها فاضيه. طب ليه بسيبها فاضيه مش بحدد حاجه معينه؟ لان احنا في السنه اللي احنا فيها دي سنه الذكاء الاصطناعي، فانت بتسيب السناب شات بتقول له بعض المعلومات البسيطه، هو يبدا يودي الفيديو بتاعك تجاه الجمهور المناسب اللي بيتفاعل مع الاعلان بتاعك. الاجهزه ممكن تعمل اعلان تستهدف بيه الناس اللي بتدخل من خلال الاي او اس، او الناس اللي بتدخل من خلال الاندرويد. نوع الاتصال كذلك، الناس تدخل من الانترنت الثابت او الانترنت الارضي، او الناس تدخل من خلال الجوال. بسيب كل الحاجات ديت زي ما هي، وبعدين بعمل التالي. نيجي بقى اخر خطوه، بحط هنا اسم الاعلان بيظهر عندي داخل الحساب. هنا الملف التعريفي، بختار ملف التعريفي بتاعي، انا افترض ده. هنا العنوان، بكتب العنوان، وان العنوان ده بيظهر على الصوره. بعد كده ببدا اعمل تحميل وارفع الفيديو او الصوره بتاعتي. اختار الصوره دي مثلا، هنا بقى الكلام اللي يظهر تحت الصوره، هنا بختار المزيد، او ممكن اختار كلمه تانية يعني ممكن احصل عليه الان، اعتقد اكون احسن من المزيد. هنا بحط رابط الموقع بتاعي، نفترض انا بسوق للكتاب فاحط هنا رابط الكتاب. انا خلاص كده كتبت رابط الموقع بتاعي. خلاص انا خلصت كل حاجه كده، كله تمام، فاضل بس خطوه اخيره ان انا اجي هنا واعمل المراجعه والنشر، واراجع الاعلان بتاعي بكل حاجه. هنا بيقول لي في خطا بسيط، الاعلان غير معنون، ابدا اشوف ايه الخطا، ابدا المراجعه. هنا بيقول لك ان انت لازم تحط اسم للاعلان، ماشي حاضر احط اسم، فهكتب مثلا محمود سعيد، وده بيكون عندي متسجل داخل اللوحه الاعلانيه مش بيظهر للناس. هاجي هنا العنوان بقى اللي بيظهر فوق الصوره، هكتب ايه؟ كتاب التسويق على
سناب شات. فبتظهر كده فوق الإعلان كده تحت الملف التعريفي بتاعك كتاب التسويق على سناب شات. خلاص أنا كده 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 كله تمام، الموقع بتاعي موجود، احصل عليه الآن موجود. باجي هنا بقول لك حملتك جاهزة للنشر، بقول له المراجعة والنشر. أراجع بقى كل حاجة في الحملة بتاعتي. هنا مثلا أنا عامل إعلان صورة ولا فيديو، وقت البدء والانتهاء، الميزانية اليومية، أشوف شكل الإعلان مظبوط ولا لأ، احصل عليه الآن تمام. خلاص كله زي الفل، أروح جاي عامل نشر الحملة الإعلانية. خلاص رائع، يتم نشر إعلانك الآن. المفروض الإعلان تحت المراجعة، السناب شات يراجع عليه في خلال ساعات معدودة ويقول لك إن شاء الله إعلانك اشتغل، ألف مبروك. وبكده أكون فهمتك إزاي تعمل إعلان على السناب شات لو كنت صاحب متجر أو موقع إلكتروني، خطوة بخطوة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك جديد القناة أول بأول. سلام عليكم. لرؤى نوقظها أمجادا ونرسخ بالعلم عمادا لنحقق للوطن حياتا.